من أسرة بسيطة ومتعلم تعليم حكومي عادي، كان كل حلمه يقرأ ويفهم ويعرف بس مش أكتر. إحساس وحش لما يكون عندك أسئلة ومش لاقي ليها أجوبة، إحساس وحش إنك عاوز تتعلم بس ظروف أقوى منك. كان بيعاني كتير من الاستهزاء والتريقة، وعموما الناس دايما هتتريق عليك لحد ما توصل هيقولوا فلان ده عبقري، أنا عارف من زمان إنه عبقري، وهي دي سنة الله في الكون، أنت أحسن ولا النبي؟ كانوا بيتريقوا عليه ولا لأ؟ انت عرف هدفك كويس وسيبهم براحتهم لحد ما توصل للي انت عاوزه. معاكم محمد أسامة في النواة. نواة النهاردة دكتور إبراهيم عادل من قرية صغيرة جنب طنطا محافظة الغربية. اتعلم في مصر في مدارس حكومية عادية لحد ما وصل للثانوية، وبعد كده خرج من التعليم لأن والده توفى وهو كبير العيلة ورب الأسرة، وده اللي خلاه ما يقدرش يكمل الجامعة اللي كان بيحلم بيها. بالعكس بدأ يشتغل علشان يساعد نفسه وعيلته، وهدفه في انه يتعلم فضل مكمل معاه. وبالرغم من صعوبة الظروف والتحدي الكبير اللي اتحط فيه وهو لسه صغير وبيبتدي حياته، بدأ يعلم نفسه بنفسه. كان بيشتري كتب ويتعلم نظري، مفيش امكانيات بس هو صابر ومستحمل علشان عنده احلام عاوز يوصل لها واهداف عاوز يحققها. وللأسف الشديد ما كانش فيه دخل تاني، وبدأ يحوش فلوس قليلة جدا ويشتري كتب علشان يتعلم برمجة. هو أساسا ما كانش عنده كمبيوتر ومفيش فلوس إنه يشتري واحد يتعلم عليه، كان بيتعلم نظري بس، وكان عارف إن علشان تتعلم برمجة لازم تمارسها عملي. طبعا مفيش في إيده حاجة إنه يعملها، بس فضل مكمل وكان بيرسم روحة المفاتيح ويتخيل إنه قاعد قدام كمبيوتر وبيكتب على اللوحة الوهمية اللي عملها علشان يتعلم برمجة. بس ده ما كانش كفاية بالنسبة ليه، جه على نفسه علشان يحقق هدفه وبدأ يحوش لحد ما فعلا جاب الكمبيوتر اللي يتعلم عليه ويقدر يحقق بحلمه. كان بيحب الإنجليزي ومفيش فرصة انه ياخد كورس ولا يطور من نفسه، علشان كده كان بيحوش فلوس ويشتري بيها كتب ويحفظها من غير ما يعرف ينطق الإنجليزي علشان يقدر يحقق أحلامه ويوصل لأهدافه. قدر انه يحفظ القرآن الكريم كله، مش بس كده ويقرأ في كتب السيرة وبرضه في علم النفس والفلسفة وفي مجالات تانية كتير. ما كانش بيضيع وقته، كان بيحاول انه يستغل كل ثانية علشان يحقق اللي هو عاوزه، وقدر بالرغم كل الظروف اللي واجهته انه يكمل دراسته في الجامعة بجانب شغله وانه مسؤول عن عيلته، واشتغل في مدرسة لغات قبل ما تجيله فرصة سفر لبرا مصر. كان قدامه الصين واسبانيا واختار الصين لان فلوسها طبعا كانت احسن، وما كانش معاه فلوس تذكرة الطيارة، فاضطر يبيع كل حاجة يقدر يبيعها حتى عفش البيت علشان تذكرة السفر، لأنها كانت بالنسبة لي فرصة كويسة جدا، فلوس أحسن، وعلشان يتعلم ويوصل للي نفسه فيه. أول ما وصل الصين للأسف زيه زي أي شاب في بلد غريبة ما بيعرفش يتكلم اللغة بتاعتها ولا كان يعرف أي حاجة عن الصيني، جه على نفسه لحد ما قدر إن يتعلمه. وبعدها اتحط في أكتر اختبار صعب مر عليه في حياته لما اختاروه قائد فريق تطوير التعليم في ماليزيا لسنة 2020، بس رفضوا إنهم يقبلوه لمجرد إنه مصري ولغته الإنجليزية مش هي اللغة الأصلية بتاعته. هنا كان رد مديره اللي واثق فيه وفي قدراته إنهم يختبروه، ولو مش كف وعلى قد مهمة التطوير مفيش مشكلة إنهم يعينوا قائد تاني. كان اختبار صعب بالنسبة لي، ولكن بتوفيق ربنا واجتهاده وتعبه في إنه يتقن الإنجليزي زي أي متحدث أصلي للغة، قدر بعد 10 دقايق بس من المقابلة إنهم يوافقوا عليه قائد لمجموعة تطوير التعليم في ماليزيا لسنة 2020. وطبعا علشان عارف انه هيتسأل على العلم بتاعه، ولانه شاف اصحابه وزمايله بيتعلموا انجليزي من مصادر غير معروفة مجهولة المصدر ومفيش منهج ولا خطة تعليمية ماشيين عليها، يعني مفيش تقدم ولا هيوصلوا لأي حاجة لو فضلوا مكملين بالاسلوب ده، قرر انه يفتح قناة The American English على اليوتيوب ويعمل ليها كمان تطبيق علشان يكون في خطة دراسية يقدر اي حد عاوز يتعلم اللغة انه يطور من نفسه ويتعلم انجليزي وتكون زي لغته الأصلية بالظبط. واللي قدرت انها بفضل ربنا ودعم الناس لي انها تعدي 7 مليون مشترك، وما اكتفاش بكده وخلاص، لا ده عمل مشروع جديد اسمه طليق وفيه 6 لغات، فرنسي صيني ألماني أسباني تركي وروسي بالإضافة للإنجليزي، وكمان عاوز يضيف لغات تانية كتير، مش بس كده لا وكمان هيعلم برمجة. لو انت مكانه كنت هتتمسك بهدفك علشان تحقق اللي انت بتحلم بيه؟ وبعد ما توصل كنت هتساعد الناس
حتى لو لقيت رياء واستهزاء منهم، ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتشارك الفيديو لو عجبك علشان تفيد غيرك. ولو تعرف حد شايفه مثل أعلى ليك ونفسك تكون زيه في يوم من الأيام، تقدر تقول لنا عليه علشان يستفاد غيرك من الحاجات اللي عملها. ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.